السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة. المفترض أن احنا نكمل في سورة البقرة، ولكن هنتوقف النهاردة بس، والسبب هو أن احنا نريد أن نتكلم عن الموضوع الفرض نفسه، وهو موضوع البر بالآباء والأمهات. والنهاردة 21 مارس، والاحتفال بعيد الأم، وبين مؤيد ومعارض في هذه المسألة، واللي يقول لك أصل إحنا ما عندناش أعياد في الإسلام إلا عيد الأضحى وعيد الفطر، واللي يقول لك إنه طبعا ما عندناش حاجة اسمها عيد الأم، إحنا عندنا كل يوم عيد أم. الكلام ده كلام حلو قوي وكلام كويس، بس هل احنا عندنا وقت كل يوم نعمل حفلة ونوزع فيها جوائز من باب البر ببعض النماذج الطيبة للأمهات اللي تعبوا وربوا وكبروا؟ مفيش. يعني على المستوى الدولة مثلا الرئيس بيكون مشغول يوميا، جدوله مشحون، فلما يكون عنده يوم في السنة بيجتمع فيه بالأمهات اللي ضربوا أروع النماذج في تربية ولادهم ويحيي الناس دي ويبقوا قدوة، ما يعجبكمش. طب لو ما عملش تقولوا ياي ده انتوا بعيد عن الشريعة وانتوا ما عندكمش دين يا شيخ، مش تحترموا الأم وتبروها. ولو عملنا تعيبوا، يعني أهم بالظبط عملوا الناس دول، عملوا زي جحا هو وابنه ركبوا الحمار، الناس قالوا ده جحا ده ظالم، والله ظالم، ازاي يركب هو وابنه؟ ما عندوش رحمة. نزل ابنه وركب لوحده، ما عجبش الناس، قال والله العظيم جحا ده قلبه اسود وقاسي، ازاي يركب ويمشي ابنه الصغير؟ وصلوا الكلام، نزل جحا وركب ابنه، الناس ما عجبهاش، قالوا جحا ده ما عندوش عقل يركب ابنه، حاله خالص، راح منزل ابنه وراح ماشيين جنب الحمار. قالوا يا جحا ده ظالم، معاه حمار ومش عايز لا يركب لا هو ولا ابنه، قام شايل الحمار على كتفه، ما عجبش الناس. اصله الاحتفال بعيد الام، القضيه نفسها موجوده عندنا في الشريعه، ربنا امرنا بالبر، ونفكر بعض في اوقات معينه بالامور دي. ايه المانع شرعا؟ هل في نص شرعي جه قال ما تعملوش ده؟ لو في نص شرعي هاتوه. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام. من أحدث، لكن يلي بتقولوا من أحدث وبتفسروا الحديث على مزاجكم، مش سيدنا النبي استأذن في زيارة قبر أمه وأخذ الصحابة معاه ولم يبكي صلى الله عليه وسلم في يوم أكثر من بكائه في هذا اليوم اللي زار فيه قبر أمه؟ ده اسمه إيه؟ الله يصلح حالنا وحالكم. تعالوا بقى احنا مع بعض كده الحلقة الاستثنائية دي اللي هنتكلم فيها عن البر بالأم. احنا سمعنا كتير في فضل البر والحاجات دي، طب تعالوا كده نفكر بعض. والعلم يحلو كلما كررته ولذاك عدت مكررا لحلاوته. تعالوا نفكر بعض ببعض النقاط المهمة جدا في قضية البر يبقى ازاي، ونعد مع بعض كده. الله يصلح حالنا وحالكم ويغفر لنا ولكم. البر يبقى ازاي؟ ازاي اكون بار بابويا وامي؟ اول حاجة خالص، طاعتك لأبوك وأمك في اللي هما بيأمروا به، طاعتهما فيما يأمران به. طالما إن الأمر صدر من الأب والأم، والأمر ده ليس أمرا محرما، فالطاعة واجبة، لقول الله وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. لو قالوا لك شو
لما ربنا يحدد عدم الطاعة في الحتة دي يفهم إن ما سواها فيه طاعة. فربنا بيقول لو أبوك وأمك قالوا لك اشرك بالله اكفر بالله ما تسمعش لهم، ده يفهم منه إيه؟ إن لو هم طلبوا منك أي حاجة حلال تسمع. يبقى إزاي يبقى البر؟ عشان ما نتكلمش كلام في الهوى. البر للأب والأم، أمك بتقول لك يا بنتي اعملي كذا، أنت زي الشريك المخالف، يبقى أنت بره بأمك. حتى لو أنت جبت لها النهاردة أحلى هدية، حتى لو أنت اشترت لها هدية حلوة قوي، بس بتخالفي أمرها وهي بتأمرك بحاجة حلال، أنت مش بره بأمك. يا بنتي البسي الحجاب الله يصلح حالك. حجاب إيه يا ماما؟ هو في حاجة اسمها حجاب؟ خليكي بقى كده لينة، وخليكي ست عصرية، وخليكي ست فري كده، ووسعي دماغك شوية. يا بنتي البسي الحجاب ده، الحجاب ده أمر الله رب العالمين، وانت ما تسمعيش انت مش بره بأمك. اه والله انت مش بره بأمك. أي أمر يصدر من آبائنا وأمهاتنا وإحنا ما نعملوش، طالما إن الأمر ده حلال إحنا مش بارين بآبائنا وأمهاتنا. يبقى إزاي يكون البر؟ أول حاجة خالص بالطاعة، إن أنا أسمع لأبي وأمي. طب إزاي يكون البر كمان؟ خفض الجناح وخفض الصوت عند الكلام معهما. لما أجي أتكلم مع والدي ومع والدتي، لو الجيران، لا أنا آسف، جيران إيه؟ ده الجيران ده هتبقى مصيبة، ده هتبقى كارثة. لو اللي جنبك سمع صوتك وانت بتتكلم مع باباك ومع مامتك، او مع باباك ومامتك، يبقى مفيش بر. لو التون بتاع صوتك اعلى من تون الصوت بتاع باباك ومامتك، يبقى مفيش بر. خفض الصوت ولين الكلام عند الحديث معهما. ايه الدليل؟ ايه الدليل؟ فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فلا تقل لهما أف، أقل كلمة تزعل ما تتقلش. يفهم من كده إيه؟ أنه أي كلام يزعل حرام، وأي كلام ما يزعلش هو ده البر. ما هو ممكن أف دي ما تتقلش بصوت عالي، تتقال بصوت انتوا الاتنين سامعينه. انت حضرتك ممكن تبقي لينة خالص وكلامك هادي قوي، بس بتخبطيها الكلمة تولعي فيها نار، تجنيها، تصحيها طول الليل تعيط. ده بر؟ مستحيل. يبقى أول حاجة في البر طاعتهما فيما يأمران به. تاني حاجة من معاني البر خفض الصوت ولين الكلام عند الحديث معهما. ثالث حاجة توقيرهما والتذلل لهما. يعني إيه الكلام ده؟ توقيرهما، توقيرك لوالدك ووالدتك، توقيرك لوالدك ووالدتك هو ده البر. التوقير يعني إيه؟ التوقير ربنا بيقول واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. التوقير يعني ايه؟ يعني ان انا اكون معاهم زي العبد وهو بيكلم سيده. شوفوا العبد بيكلم سيده ازاي. العبد بيبقى واقف وسيده واقف قدامه فيتكلم بصباب، ده نفس واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. رابع حاجة إذا نويت سفر طويل لا بد من استئذانهما. الرجل راح لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال له أنا عايز أروح أجاهد وهقعد فترة طويلة. فالنبي قال له أمك حية؟ يعني أمك على قيد الحياة؟ قال نعم. فقال صلى الله عليه وسلم إلزم رجليها فثم الجنة، إلزم رجليها فثم الجنة. طيب يبقى احنا كده خدنا أربع حاجات، هكمل معاكم بس بعد ما اسمع ام زياد. يا ام زياد سلام عليكم. سلام عليكم، ازيك يا عم الشيخ؟ اهلا بيك يا ام زياد. بحب اقول لكل ام كل سنه وهي طيبه. ايوه انا كنت والله متصله عشان موضوع، بس هو بقى ان شاء الله انا بقى هكلمك يعني عنه. كل ام وكل
محمد كل سنة وهي طيبة، وربنا يهدي كل واحدة ابنها وعيلها يا رب كده. كل سنة وحضرتك طيب وكل الناس تشتري يا رب إن شاء الله. يكرمك. شكرا يا أم زياد، شكرا ليك يا أم زياد، شكرا ليك. أول مكالمة في الحلقة بتاعت النهاردة جت تعيد على كل الأمهات وتقول لهم كل سنة وهم طيبين، وتقول لكل حما كل سنة وانت طيبة. والله ما كناش واخدين بالنا من الحتة دي، يعني احنا بنتكلمش بس عن الأم، يعني حلو قوي ان انت تعيدي على حماتك وتقول لها كل سنة وانت طيبة وتجيب لها هدية كمان. فيعني ربنا سبحانه وتعالى يجعل المودة بينكم جميعا، ويجعل الاحترام والبر بيننا جميعا. صحيح، اه صحيح والله. خدوها فرصه النهارده، يعني على راي الاستاذ ابراهيم بيقول خلوها صفحه جديده. اي واحده زعلانه من مامتها، اي واحده زعلانه من حماتها، النقطه النهارده تبقى البدايه. النهارده نبدا النهارده هديه بسيطه كده، وزي سيدنا النبي ما قال عليه الصلاه والسلام تهادوا تحابوا. يعني ربنا سبحانه وتعالى يجعل الحب بيننا جميعا والاحترام. البر معناه الانفاق على الوالدين وسد حاجة الوالدين. يعني إيه الإنفاق على الوالدين؟ الإنفاق على الوالدين لو هم محتاجين فعلا النفقة دي، ومحتاجينك، ومحتاجين إنك أنت ترد الجميل اللي اتعمل وأنت صغير. وبعدين في خلاف حصل بين واحد وابنه على أيام النبي عليه الصلاة والسلام. الراجل ده راح لسيدنا النبي وقال له يا سيدنا النبي، أنا والدي أهو قدامك كبير، هو أنا متجوز وعندي أولاد. والنص بتاع الحديث بقى، شوفوا العبارة اللي جاية، وإن أبي يريد أن يجتاح مالي، عايز ياخده كله. فقال صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. النبي قال للصحابي الكلام ده لأنه لاحظ أن الصحابي عايز يبخل على أبيه. في حاجة بتوجعني قوي لما حد يتصل علينا ويقول ينفع أدي زكاة مالي لوالدي ووالدتي أو لإخواتي. ده سؤال أنا آسف، ده سؤال بيبقى خالي من الأدب. يعني أنت ربنا موسع عليك، إزاي تقول كده؟ لا، مش من زكاة مالك، من أصل مالك. لا، دي أختك وده أخوك، عفى الله عنا وعنكم وغفر الله لنا ولكم. يا إيمان سلام عليكم. إيمان أنت على الهواء، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي سؤالك، تفضلي. بحب أقول لكل أم كل سنة طيبة، ولكل حما برضك. بس وطي التلفزيون واسمعيني من السماعة بتاع التليفون يا إيمان. ألو. إحنا سامعينك كويس جدا، وطي التلفزيون بس. هم قالوه ولا شووه؟ والله العظيم انا سامع، انت اللي معليه التلفزيون. قولي. لو سمحت، احنا كنت بسال عن الضحيه، احنا كنا عاملين عبوره للضحيه. كنت ايه؟ عاوزين ان احنا نبيعها، يعني ربنا فرجها علينا وكده، فعاوزين ان احنا نبيعها ونجيب بقر يعني وكده، فلازم ان احنا تتذبح برضك معاها ولا تتباع عادي؟ بدايه السؤال ما سمعتوش، كنتوا عاملين ايه؟ عبوره كبش للضحيه. لا انا مش سامع، انت سامع ابراهيم؟ اضحيه؟ اه. مالها بقى؟ كنا جايبين كبش للضحيه. كسر كبش للضحيه. يعني ايه كسر الضحيه؟ خروف للضحيه. ماشي، كنتوا جايبين خروف. ماشي، وبعدين؟ فيعني ربنا افرجها علينا وكده، فحابين ان احنا نبيع ونجيب بقره للضحيه. تكبروا يعني. حاضر. فعادي ان احنا نبيع ونكمل بالفلوس بتاعته ونجيب بقره، ولا لازم يتذبح، ولا مش عارف؟ حاضر، اقول لك حاضر. ماشي يا عم شايف، يعني عايز اعرف اذا كان حرام ان احنا نبيعه ولا. حاضر، شكرا يا ايمان، الله يرضى عنك. تعالوا نرجع لاخر نقطه في معاني البر، الدعاء لهما. الدعاء للوالدين، انت لو بتدعي يبقى انت بار. الدعاء لهما في حال حياتهما وبعد مماتهما. احسن حد يسمعني يقول لك الدعاء للاب والام ما يبقاش الا
في بعد وفاة الأب والأم، وده كلام غير صحيح. الدعاء لهما في حال حياتهما وبعد وفاتهما، والدليل على ذلك ما قاله الله في القرآن: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ماشي، يبقى ده أمر. ولذلك الدعاء بعض العلماء يقول لك ربنا قال أن اشكر لي ولوالديك، فأنت بتصلي لربنا 5 مرات تدعي لبك وأمك 5 مرات، فمع كل صلاة دعاء لأبيك وأمك سواء كانوا على قيد الحياة أو بعد وفاتهما بعد عمر طويل. ربنا يبارك في أعمار أبائنا وأمهاتنا جميعا إن شاء الله. دول الحاجات اللي العلماء أجمعوا إن اللي بيعمل كده يبقى بار بأبيه وأمه، ده معنى البر. خلوني أسمع أم حسام. يا أم حسام سلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ تفضلي يا أختي تفضلي. لو سمحت، احنا معانا 15,000 في البنك والريبة بتاعهم قال لي 1,600 جنيه. فأنا عندي ولدين عندهم سكر وأنا عندي سكر، فهو الراجل بتاع البوسطة قال لي خديهم اصرفيهم على أولادك، فأنا خايفة لو أكون حرام أحولهم في المستشفى أي مستشفى ولا أخدهم العيال أصرفهم. حاضر. وبالنسبة يا دكتور، ممكن أجيب لأبويا جهاز يقيس برضه بيه السكر من الفلوس دي ولا لأ؟ حرام ما أجيبلهوش بيها المستشفيات وما أجيبش لأبويا. حاضر. لا يبارك له. شكرا يا أم حسام. مين يا أستاذ إبراهيم؟ يا فاطمة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. طب لو سمحت عايزة أسأل، كان عندي خالتي بيجيلها عرسان كتير وبيمشوا بيجوا 5 6 وبيمشوا مرة واحدة ما بيحصلش نصيب، وراحت لناس كتير وبياخدوا منها فلوس ومفيش فايدة برضه، فمش عارفة أعمل إيه. حاضر، شكرا. لو صحت عايز اخد تليفونك. استاذ ابراهيم يدهولك ان شاء الله. بخصوص سؤال ايمان، السؤال الاولاني احنا كنا جايبين خروف عشان نعمله اضحيه، وعايزين نبيع الخروف ده ونجيب حاجه اكبر، هل هذا جائز؟ نعم يجوز. فمن اراد انه يضحي وجاب حاجه وهيجيب حاجه اكبر فله أن يفعل هذا. يعني كانت ظروفي لما أنا نويت أن أنا أعمل الأضحية، كانت ظروفي تسمح أن أنا أجيب جدي أو خروف، وبعدين ظروفي ربنا وسع علي فحبيت أكبر الأضحية، فهل يجوز هذا؟ أبيع الحاجة الصغيرة أحط فلوس على الفلوس بتاعة الحاجة الصغيرة أشتري حاجة كبيرة، هذا لا شيء فيه ولا حرج، ربنا يتقبل منا ومنكم. يا أم حسام، 15,000 في البنك أو في البسطة وفيهم فوائد 1,000 وشوية، هم حلال ولا حرام؟ ما يا بنت الناس، كل حلقة لازم السؤال ده يتعرض، لازم السؤال ده يتعرض كل حلقة. قلنا قبل كده إن المعاملة مع البنك شهادات الاستثمار ودفاتر التوفير بناخد فيها برأي دار الإفتاء المصرية، المؤسسة الشرعية الكبيرة الفقهية، المؤسسة المحترمة اللي فيها علماء والله الذي لا إله إلا هو. أنا فيه قضايا فقهية ما بعرفش أخد فيها رأي، فبتصل على زمايلي في دار الإفتاء أخد رأيهم فيه، وأبقى محتاج آرائهم الفقهية فيه، واخدين بالكم؟ وقلنا قبل كده أنه رأيهم أن شهادات الاستثمار ودفاتر التوفير بتاعة البسطة حلال. يعني يا أم حسام الفلوس اللي بتجيلك أخدها وأصرف منها على عيالي؟ آه. أشتري منها جهاز لوالدي، جهاز بتاع السكر ولا بتاع الضغط؟ آه. هذا المال حلال؟ أيوة حلال، لا حرج فيه ولا حرمة فيه، ما فيهوش أي مشكلة خالص. قلنا قبل كده إن دفاتر التوفير والشهادات الاستثمار حلال، بناخد فيها برأي دار الإفتاء الرأي الذي جوز هذه المعاملات وأباحها. بالنسبة لسؤال أختنا فاطمة وخالتها بتقدم لها عرسان، ومشكلة العصر إنه بيبقى فيه تأخر في الزواج وفيه يتقدم لها عدد كبير جدا، وهي راحت لناس كتير وخدوا منها فلوس وبرضو يبقى الحال على ما هو عليه. دي أحلى رسالة أنا بوصلها لأي حد عايز يلجأ للسحرة.
اهو اهو اسمعوا بالصلاة على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، راحت وعملت وي 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 وفي الأخ خالص ولا حاجة، اهو بدليله ما نراه وما نسمعه ما فيش حاجة حصلت. طيب تتصرف ازاي؟ بصوا بهدوء كده يا بنت الناس، احنا قلنا عليها ان تكثر من قول الله عز وجل رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ده دعاء سيدنا موسى عليه السلام لما راح مدين وقعد بعد ما سقى لابنتي الرجل الصالح ثم تولى إلى الظل، فقال يا سيدنا موسى فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، الفاء فاء السرعة. فأي حد، ده اجتهاد على فكرة، يعني الدعاء ده مش نص من النبي عليه الصلاة والسلام بيقول فيه إن اللي عايز يتجوز، لا ده اجتهاد من العلماء، قالوا إنه تيمنا وتباركا بدعاء موسى عليه السلام، إنه هو طلع من بلده فقير جدا معهوش مال وراح مدين بلد جديدة بالنسبة له، وهو غريب في البلد دي، فلا معاه فلوس يجيب شبكة ولا معاه فلوس يعمل بيت ولا معاه أي حاجة، فبدأ يدعي ربنا بس بأدب، يقول ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يا بنتي الله عز وجل يقول في القرآن وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. والله العظيم السحر ده لو كان يقدر ينفع نفسه كان نفع نفسه، والله العظيم ما يقدر ينفع نفسه، والله العظيم والله العظيم. وتلاقي دلوقتي إيه شغالين زي الحلاوة، يقوموا طالعين أول حاجة يقولوا لك الكشف ابعت لنا كروت ب25 جنيه مثلا، كروت شحن على الموبايل، ويبدأوا يطلبوا من الناس طلبات 1000 1500 2000 3 5 10 وهكذا، حرامية. طب بإيديهم يعملوا حاجة ولا أي حاجة خالص؟ هذه أمور في يد الله الرزاق، الله الخالق، الله المعبود، لا معبود بحق إلا الله. فالله هو الرزاق، هو الذي يفتح. إخواننا يا حجة والله العظيم لا أنا هعرف أجيب لك عريس ولا أي ساحر هيعرف يجيب لك عريس، والله الذي رفع السماء بلا عمد، دي أرزاق ربنا كتبها. يعني إيه؟ يعني نكثر من التضرع والدعاء إلى الله رب العالمين سبحانه وتعالى، يا ربي ارزقني يا ربي برجل صالح، تدعي يا بنتي وتكثر يا ربي زوجني من رجل صالح غض به بصري وحصن بفرجي واجعله لي في الدنيا وفي الآخرة يا رب، يا رب اكرمني يا رب. بالإضافة لحاجة تانية يا أولاد، ربنا بيقول في القرآن فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. يبقى ليه ما نكثرش من الاستغفار؟ ده حاجة عظيمة جدا. يعني شوفوا فقلت استغفروا ربكم، عدوا بقى، إنه كان غفار يرسل السماء عليكم مدرار ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. كل دي مترتبة على حاجة واحدة، ست حاجات مترتبين على حاجة واحدة، اعمل حاجة وخد ست، أحسن أوكازيون في الدنيا اعمل حاجة واحدة وخد ست حاجات، اعمل حاجة وخد ست، فدي ما حصلتش، أوكازيون رائع جدا. فنلجأ إلى الله عز وجل مش إلى السحرة. من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فيما قال فكأنما أشرك بما أنزل على محمد. قبل كده قلت لكم إن السحرة دول كدابين، عايزين حاجة من اتنين، يا عايزين فلوس يا عايزين جنس، مش عايزين حاجة تاني، هم عايزين يا فلوس يا يلموا فلوس الناس بالباطل، يا عايزين يعملوا حاجة حرام، ده اللي هم عايزين يمشوا فيه وعايزين يعملوه. فعلشان كده بنقول إنه لما نحب نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في أي أمر، أي أمر يا أخوانا والله، أي أمر، يعني أي أخت بتسمعني ترغب إن ربنا يمن عليها، الله يقول لك كده، يقول لك وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فيه قدر معلوم ربنا هينزل به رزقك. أكثري من الدعاء وعليك بالتضرع إلى الله سبحانه وتعالى واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. وأول حاجة تعملوها يا أخوانا في حتة طلب الرزق من الله الاعتماد والتوكل على الله مش على السحرة.
خصم هؤلاء أكفروا بالسحرة آمنوا بالله. والله أكفروا بالسحرة وآمنوا بالله رب العالمين إنه يفتح لكم ويرزقكم ويفتح لكم أبواب الخير ويكرمك يا بنت الحلال ويزوج. كثيرا ما نلجأ إلى الله بالدعاء يا رب يزوج شبابنا ويزوج بناتنا يا رب ويجعل لهم الخير في الدنيا وفي الآخرة. فدي مسألة لازم نتعلمها علشان خاطر نتعلم العقيدة الصحيحة والسليمة في اللجوء إلى الله رب العالمين. يا أم أحمد سلام عليكم. سلام عليكم. ازيك يا شيخ؟ أهلا بيك يا أم أحمد. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ. نعم. لي عندك كم سؤال. نعم. لو أختي جوزها منحها 100 جنيه عشان احنا ما نروحلهاش. زوج أختك. أبصرها كيف كده؟ كيف كده؟ زوج أختك ماله يا أم أحمد؟ مانا أختي 100 جنيه مش أنا بس ده كلنا. ماشي. عشان احنا ما نروحلهاش هو ما بيحبناش. ماشي. دي احنا عايزين يعني احنا نعمل طيب. ماشي. هنروح لها كيف هو مش عاوزنا نخش اللغية؟ تاني حاجة يا شيخ لو انا ندرت نادر نادر الفلوس. ماشي. انا كنت سمعت من الشيخ بس مش فاكرة مين بالظبط قال اللي مش قادر يسد نادر فيصوم 3 ايام اللي مش قادر يعني يوفي بالنادر يصوم 3 ايام. ماشي. طب ولو نادر ده صيام بس صيام كتير يعني مثلا شهر مثلا حد نادر مثلا يصوم شهر لحاجة مثلا حاجة معينة فمش قادر يصوم الشهر ده يبقى يعمل ايه؟ قادرة تصومي شهر؟ لو الله ما ممكن نصوم بس مش عارفين العمر فيها. طيب يا شيخ يا ام احمد يعني يا ام احمد. نعم يا شيخ. انت نذرتي تصومي شهر؟ ايوه يا شيخ. قادره تصومي؟ ايوه قادره اصوم بس كده. هات السؤال بعد كده. لو سمحت يا شيخ يا ريت تنزلين على صفحتك كل يوم حديث. حاضر. الناس بعيدة عن الدين وبرضه يعني انتوا المصاريع بتاع اللي بتمر الدنيا بتاعتنا يعني ريت تنزلنا كل يوم حديث الله يرضى عنك. حاضر. شكرا يا ام احمد وعليكم السلام ورحمة الله. يا ام محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا بيك يا اختي. لو سمحت كنت عايز رقم حضرتك الشخصي بس نسألك على حاجة. الاستاذ ابراهيم حالا يديلك. شكرا لك. نرجع تاني للمصيبة الكارثة. طب قبل ما اسمع الكارثة دي وقبل ما جاوب على السؤال الكارثة ده والله لانه انا قلبي بيوجعني على الحاجات دي. معانا ام محمد من الجيزة. يا ام محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن اكلم الشيخ؟ انت على الهوى دلوقتي ومعاك الشيخ. السلام عليكم. بس ممكن توطي التلفزيون. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا وطيته خالص. أي تفضلي استكم. تفضلي تفضلي. عليكم السلام. وطيته خالص أهو. قولي إن أنا سامعك. قولي تفضلي. إزاي حضرتك؟ الحمد لله استكم الحمد أنا لله. أنا بحبك لله أنت زي ابني. على راسي. ده شرف لي يا أمي والله والله شرف لي. الله يرضى عنك. الله يحبك. الله يخليك. الله يخليك يا حبيبي. الله يسعدك. أنا بحبك في الله والله يا شيخ أحمد. ربنا اللي يعلم أنا بستنى الحلقة بتاعتك إزاي. الله يسعدك. وأنا ست كبيرة أنا عندي 50 سنة تزايد. على راسي يا أمي يعني. على راسي على راسي. فأنا حضرتك معلش أنا بقى صلي ما بزبطش في الأرض. ماشي. أنا بزبط في الأرض ما بعرفش أزبط في الأرض بس بميل كده نص كميلة. ماشي. وأنا قاعدة. ماشي. فأنا بس عايزك يعني تقولي هل هي سجدة صلاتي ولا إيه؟ حاضر. ماشي. جزاك الله كل خير وربنا يزيدك علم يا رب. شكرا يا أم محمد. شكرا لك. أهلا بك. أهلا وسهلا. أهلا بك. سؤال أم أحمد. السؤال اللي بيوجع. عم شمشون الجبار اتجوز بنت الناس وكان عامل زي الفرخة لما راح يتجوز البنت. وانا على راسي ويشرفني يا ابو الحاج اناسبك واخد بنتك وهتبقى في عينيا واول ما يتجوزها ويمسكها تحت ايده ما انتش موهوب عند اهلك تاني. ليه يا شمشون؟ مزاجي. مزاجك ده
تخليه لنفسك تبله وتشرب ميته. يا عم الشيخ حرام عليك، ده انت شيخ وراجل كبارة والناس بيحبوك، وانت كده هتعص الستات على الرجالة. أمرك لزوجتك واجب عليها تسمعه لو هو حلال، لكن لو انت أمرتها ان هي ما تروحش عند أهلها ده أمر حرام، وفي الحرام لابد ان احنا نبينه ونوضحه حتى لو انت زعلت مني وخصمتني. عارف ليه؟ لانه انا هسترضي ربنا ومش هسترضيك. يعني هم بيقلبوها يعني؟ يعني هنا ايوه هنا بقى مشكلة تانية بقى. يعني عصام بيقول لي وبيقول لي الشباب دلوقتي انه لو الزوج بيسيب زوجته تروح عند اهلها، فام الزوجة بتتدخل في حياة بنتها. لا مش من حقها، بس ما نخلطش الورق. يا بنت الناس هتروحي عند اهلك، لكي حدود في المعاملة معاهم. امك مش من حقها، ايوة بنفس اللغة اللي بتكلم بيها يا سي شمشون، انك مش من حقك انك تمنع زوجتك انها تروح عند اهلها، نفس اللغة اللي بقول فيها يا ست الكل مش من حقك تتدخلي في حياة بنتك وجوزها. انت مالك؟ مالكيش دعوة. بنتك عايشة مبسوطة بالشكل ده وانت مالكيش دعوة، ما تتدخليش بينه، لانه فيه مشاكل كتير بتحصل. والرجالة مثلا يقول لك بتروح، طب والله العظيم والله العظيم والله العظيم، بس انا احتراما لمشاكل الناس ما اقدرش. يعني مش عمري ما اتعودت اقول سؤال بيتدخل الست متدخله في حياه بنتها في ادق التفاصيل، لدرجه ان هي بتقول لها امتى تقعدي معاه وامتى ما تقعد. انتوا فاهميني طبعا. قال لي وحلف لي على كتاب الله، وصلت لدرجه ان بتقول لها اعملي كذا وما تعمليش كذا. والله ده حصل. فده تدخل ما يرضيش ربنا، لكن ما نخلطش الورق. إن كان فيه ضرر وضرر محقق وضرر عظيم، نبدأ نقول لنسايبك يا جماعة عشان ما يحصلش مشكلة أكبر، أرجوكوا ما تخلوش الشيطان بيننا، كل واحد له حدود يلتزم بها، لكن العنوان الرئيسي ليس من حقي أن أمنع زوجتي عن صلة أهلها أو أمنع أهلها من أن هم يوصلوها. ده لا يرضي الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن اللي عمل كده ملعون، ربنا لعنه. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله. ماشي؟ فخلي بالكم من اللعن بتاع ربنا، الله يرضى عنكم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. الله يصلح حالنا وحالكم. لو أنا نذرت نذر ومش قادر أعمله، سيدنا النبي اللي قال فكفارته كفارة يمين. طب لو أنا قادر أعمل النذر واجب علي أن أنا أعمله، يعني لو أنا نذرت أن أنا أصوم شهر وقادر أصوم شهر لازم أصوم شهر، لازم. طب لو مش قادرة أصوم الشهر هتبقى كفارة يمين، لكن لو أنا قادرة على الصيام لازم أصوم. يعني يا أم أحمد أنت، أنا سألتك سؤال واضح، أنت نذرت تصومي شهر؟ قادرة تصومي؟ واجب عليك تصومي، واجب عليك تصومي. ليه؟ وبعهد الله أوفوا. والنذر قال صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه. وانت نذرتي انك تعملي، انت اللي شققتي على نفسك، هو ربنا فرض عليك النذر يا اختي؟ انت اللي خبطتي دماغك في الحيط، انت اللي عملتي شملولة وقمت خبطة نفسك اللي عليها قوم قايمة صايمة شهر. طب يلا صوم يلا. طب لو ما عملتيش حرام عليك. طب ما أصوم بقى كفارة يمين، ده للي ناسي أو مش قادر، ده للي ناسي او مش قادر. يا اختي انت ناسيه؟ لا ده انت فاكره اهو قلتي لي. طب مش قادره؟ لا انا قادره على الصيام، خلاص صومي. فانت شققتي على نفسك بها. انزل على صفحتي كل يوم حديث؟ لا ده انا بنزل احاديث يوميا.
أنزل يوميا 4-5 أحاديث، ولكن أفعل أزود كل يوم أحاديث وأكبر وأنمي الصفحة. حاضر. وندعي للناس اللي شغالين معايا في الصفحة، والله الله يبارك لهم ويرضى عنهم ويجعل ده في ميزان حسناتهم. معانا مين يا أستاذ إبراهيم على التليفون؟ يا أحمد سلام عليكم. أهلا بيك أخ أحمد. نعم. لا أنا مش سامع حاجة يا إبراهيم. يا أحمد أنا مش سامعك، عيد تاني واقعد في مكان فيه شبكة وعلي صوتك. بقول لسيادتك وطي التلفزيون ده خالص بهدوء، بس اتنحنح كده وكلمني بصوت عالي. أنت عندك إيه؟ عندك وسواس قهري؟ ودلوقتي موصلني كفارات فوق 30,000 جنيه. موصلك لإيه؟ خلفانية كفارات، خلفانية. إبراهيم أنت مركز معايا، ركز معايا، ساعدني في الفهم. موصلني خلفانية كفارات. طب خلاص، طب خليك خليك معانا يا أحمد. خليك معانا. أيوه افهم. افهم هو عايز ايه وبلغني يا ابراهيم. الله يسعدك ويرضى عنك. يا ام منى السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه يا شيخ اتفضلي. لو سمحت يا شيخ ممكن عليها بعد الاسئله عند حضرتك. اول سؤال لو سمحت يا شيخ، انا كنت قال لي مره تعبت يعني، وكنت ندرت نادر ان انا اصوم 2 و5 طول ما انا عايشه. فانا يعني باخد علاج حاليا، ويعني انا ممكن بصوم بعض الايام بصومها، يعني اليوم اللي ربنا بيقدرني عليه بصوم، وفي ايام ما بصومهاش. بس انا سالت وسمحت اكثر من شيخ قال لك ممكن كفرت يمين، فانا كفرت اليمين، اطعمت 10 مساكين الحمد لله. واليوم برضو يعني واليوم اللي بعرف اصومه بصومه تطوع بقى مني لله دي، فهل علي ذنب في كده؟ ماشي، هات السؤال اللي بعد كده. السؤال الثاني بقى يا شيخ، يعني وانا نايمه دايما باحلم رؤيات احلام مش كويس، فبتخوفني يعني ان انا مثلا احلم ان انا مثلا مع امي مع اختي مع اي حد من اهلي، ان انا بشوفهم مثلا في منام مش كويس، فانا بخاف منهم ان انا اكلمهم او ان انا اروح عندهم، بحس ان انا تعبانه مش عارفه اعمل ايه. ماشي. دايما متردده، يعني دايما جوايا تردد، حتى لو انا عايز اعمل الحاجه ديت او مثلا من اكله معينه شفتها في منام مش كويس، بخاف ان انا اروح ان انا اعملها لاولادي او ان انا اكلها، فببقى خايفه ودايما متردده، اقول لا هعمل واتغلب على الشيطان ده، وفي جوايا حاجه وترددني وبتتعبني، تعب اعصابي على طول دايما. ماشي. فأنا إيه مش عارفه يا شيخ بالله عليك تقول، ودايما انا يعني الحمد لله ملتزمه في الصلاه وبقول الاذكار. كم سنه يا ام منى؟ الحمد لله. انت عندك كم سنه؟ عندي 35. ده انت لسه صغيرة يا بنتي، بس الوسواس القهري اللي ماسك فيك ده ايه سببه؟ مش عارفة والله يا شيخ، هو جاي الواحد. طيب هجاوبك يعني. هجاوبك واعملي باللي هجاوبك عليه. ايه السؤال اللي بعد كده؟ يا شيخ بالله عليك تريحني يا شيخ، هو اللي تعبنا حاليا هو حكاية. طب هاتي بس السؤال اللي بعد كده، هاتي السؤال اللي بعد كده عشان الحق اجاوب، عشان ما عادش وقت. طيب في الحلقة. يعني ماشي، بالنسبة للندرة انا كنت ندرت برضه ندر قبل كده، ما كنتش عارف ان ندر الحراء، فانا كنت ندرت ندر قبل كده وكفرت يعني وعملت وفيت بيه، بس بعد فتره يعني كنت محدده لفتره معينه، وجت الفتره دي ما سمحليش ان انا اوفي النذر دي، فوفيته بس بعدها بفتره طويله، فهل ده في كفاره رخر او عليا ذنب فيه؟ حاضر، اسمعي الاجابه. شكرا لك. شكرا لك. ام محمد اهلا على راسي يا ست الكل، والله على راسي. في حد بيحسدني بيقول لي يا بختك ليك امهات في كل حته، فبقول له والله العظيم ده من حب ربنا. على راسي يا ام محمد طبعا والله، وانا يشرفني ان انا زي ولادك الله يكرمك. بتصلي لكن لا تسجدي على الارض لان عندك عذر طبي، هل صلاتك كده صحيحه؟ نعم نعم، ليس على المريض حرج، لانه الحاجات دي بتبقى مع القدره، القيام الركوع السجود الحاجات دي مع القدره، غير القادر تسقط عنه. والاسلام ان هذا الدين يسر، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنك ومنكم جميعا، وصلاتك صحيحة ما فيهاش أي مشكلة إن شاء الله. يا إبراهيم أنت فهمت سؤال أخونا أحمد بتاع الوسواس القهري؟ برضو فهمتوش. هو السؤال بتاع أحمد ملمس مع السؤال بتاع أم منا،
الوسواس القهري ده مرض زي أي مرض، عايز دكتور نروح نعرض عليه الحالة ويوصف لنا العلاج علشان نخلص من المسألة دي. علاجك مش عند شيخ، أي حد عنده وسواس قهري علاجه مش عند الشيخ، عنده الدكتور والله العظيم، علاجك مش عند الشيخ. أنت نذرتي يا مؤمنة والناس قالوا لك أنت عملت كفارة يمين، والنذر الأولاني خالص اللي أنت قلت لي عليه في السؤال الثالث أنت ما عليكيش حاجة لا في ده ولا في ده، كده ما فيش حاجة خالص. أنت بتحلمي أحلام مش كويسة، والأحلام بص يا بنت الناس الطيب، النبي علمنا لو أنا شفت حلم أزعجني وخايف منه ما أقولوش لحد خالص، وأول ما أصحى من النوم أتوضى وأصلي ركعتين وأستغفر الله 100 مرة، لا يضرني ما رأيت في المنام، النبي علمنا ده صلى الله عليه وسلم. دي حاجة. حاجة تانية يا بنت الناس، ابني حياتك على الواقع مش على الأحلام. العقل الباطن، العقل الباطن يا بنت الناس هو اللي بيخليك تشوف الأحلام دي. فأنت عندك وسواس قهري، توكلي على الله وبلاش تفكير بالطريقة دي، ولا يضرك هذه المنامات والأحلام المفزعة. نامي على وضوء، نامي على طهارة، استغفر الله، ما تفكريش كتير، كتر تفكيرك في الضرر بيخليك تشوفي الأحلام اللي انت بتقوليلي عليها. عفى الله عنا وعنكم، وغفر الله لنا ولكم، وهدانا الله وإياكم. كل عام وكل أم وهي طيبة، كل لحظة وكل أم وهي بصحة وبستر وبسلامة وبعافية، كل عام وأنتم بألف خير. اللي ما اشتراش هدية لوالدته أو لحماته ويقدر يشتري ولو أقل القليل، ولو حتى وردة ادها لها هدية في اليوم ده، لعل الله سبحانه وتعالى إنه يجعل المحبة بيننا جميعا كما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. أشوفكم على خير في حلقاتنا اللي جاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.